السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نعطيو فيه ديزانفو مهمين على الفرق ما بين شعبة البيولوجيا وشعبة الجيولوجيا. نتمنى انكم تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. عندكم اي سؤال او شي حاجه بغيتو تعرفوها تقدروا تخليوها لنا في لي كومونتير. وبالنسبه للطلبه والطالبات اللي مهتمين بالعرض ديال دروس الدعم، يمكن لكم التواصل معنا على الواتساب باش نجاوبكم على جميع التساؤلات ديالكم. بالنسبه لهذا العرض ديال لي كور دو سوتيان اللي كنديرو معكم، خدمنا معكم فيه بواحد الطريقه لي سبيسيال. اول حاجه، ثاني حاجه كنخدمو معكم باش تجيبوا النقاط اللي مزيانين وتفاليديو من الدوره العاديه. ثاني حاجه كنخدمو معكم من دابا حتى النهار اللي كدوزو فيه امتحان، باش هكا كنضمنوا انكم تفاليديو لي موديل ديالكم. زائد الناس اللي عندهم مشكل في اللغه فكنخدمو معاهم بواحد الطريقه لي سبيسيال حتى هي باش يفهموا وما يكونش عندهم مشكل، خصوصا ما بين العربيه والفرنسيه. دونك هادشي اللي كاين، الا كنتي انتريسي مرحبا بك، يمكن لك تواصل معنا. مقاعد جد محدوده واثمنه مناسبه، ودابا دايرين تخفيض بالنسبه ل 10 طلبه الاولين. حاليا دخلوا جوج، دونك باقيين تقريبا 8 ديال الطلبه اللي غيستافدوا من هذا. تواصلوا معنا على الواتساب باش هكا نقدروا نشرح لكم اكثر. اول حاجه نبداو بعجاله، هو ان الفرق ما بين شعبات البيولوجيا وشعبات الجيولوجيا هو كيف ما كتعرفوا ان في الجيولوجي عندها علاقه باي حاجه فيها الارض، متفقين؟ وبالنسبه للبيولوجي اي حاجه حيه، واضح؟ بالنسبه للبيولوجي تقدروا تخدموا فيها في كاع لي دومين ميديكال والبيو ميديكال. مثلا تقدروا تخدموا في لي سي اش او، تقدروا تخدموا في المستشفيات، تقدروا تخدموا في لي لابوغاتوار، واضح؟ ايضا تقدروا تخدموا في شركات ديال صناعه الادويه، ايضا في شركات ديال صناعه المواد الغذائيه، فلونسا، بزاف ديال المعاهد اللي كدير هادشي اللي عنده علاقه بلا بيولوجي اون جينيرال. دونك لا بيولوجي تو سكي اون ريلاسيون افيك لا بيو اناليز ميديكال، ولا تو سكي اون ريلاسيون افيك الميديكال اي الباراميديكال، واضح؟ واضح. زياده انكم تقدروا تخدموا بها حتى في لي دومين ديال لونفيرونمون، بحال مثلا في وزاره البيئه او شي حاجه بحال هكا، ما بقيتش عاقل. ايضا تقدروا تخدموا بها في التعليم، وايضا تقدروا تكملوا بها في سلك الهندسه. هادشي الهندسه كتكون عنده علاقه بالانفيرونمون، غير هو كيكون عندك ديبلوم ديال الانجينيور داتا. دونك باش نسدو دابا لا بيولوجي، ندوزو لا جيولوجي. لا جيولوجي تقدروا تخدموا لي تيكنيسيان ديال لا توبوغرافي، تقدروا تخدموا في الاي ام ام اللي كاينه في مراكش، المعهد العالي للمعادن وقيله. ايضا تقدروا تخدموا في لابوغاتوار، ولكن ديال الجيو اناليز ماشي البيو اناليز. جيو اناليز هاد لي لابوغاتوار كيشوفوا الجوده ديال التربه، هما اللي كيحددوا واش هذيك التربه فلاحيه ولا ديال السكنه، ولا شحال تقدر تبني عليها من طابق وانسد سويت. دونك هذا هو الفرق ما بين لابيولوجي ولا جيولوجي.